المركز تحكم في نيل سمرلوط ده برضو اللي بتاع افتتاحات النيوم، مش هخش في تفاصيله دلوقتي. مركز تحكم سمرلوط في مصر الوسطى. طب بس يعني اشوف حاجه بيبين المركز ده بيتحكم في تشيل، انا عشان ادي صوره، حوالي 91 محطه محولات، التكلفه الاستثماريه بتاعه حوالي 684. المقصود هنا بمراكز تحكم انها تستطيع السيطره، مراقبه ما يحدث في المحطات والتسخيره، السيطره عليها وتشغيلها حتى ايضا عن بعد. دي نفس الكلام ده إقليمي سمرلوط بيبين، المركز شغال الحمد لله في الوقت الحالي. مركز تحكم إقليمي نجع حمادي قائم ويتم تحديثه، بيتحكم في تشغيل 111 محطة، برضو التكلفة الاستثمارية حوالي 628 مليون. أنا يمكن حبيت بس أبين الكلام ده عشان نعرف إحنا قد إيه بنمول هذا الأمر. التحكم نجع حمادي بصعيد مصر، تحكمات بعد كده بقى اتنقل على تحكمات شبكات التوزيع، وبقول دي لأول مرة يتم عمل هذا الكلام اعتقد في افريقيا بالتاكيد، واعتقد ايضا في الشرق الاوسط. وانا عرفت ان احد الدول الاخرى ابتدوا ينظروا الامر ان هم يعملوا برضو مراكز تحكم في شبكات التوزيع. احنا تقريبا المراقبه والتحكم في الشبكه لحظيا بيعرض حاله الشبكه، بيفصل التوزيع عن بعد، يستطيع ان حتى قبل ما حد يبلغ عن عطل موجود في مركز تحكم يعرف العطل فين، ويستطيع ريموتلي من عن بعد يستطيع ينقل التغذيه ويرجع الكهرباء باسرع ما يمكن. يعني كل الغرض اللي احنا بنعمله ازاي نرفع من جوده تحسين الخدمه للمستهلك النهائي. احنا حاسبين حوالي 47 مركز تحكم على مستوى الجمهوريه، التكلفه الاستثماريه للمشروعه حوالي 2 مليار يورو تقريبا. في تحكمات هيتم انشائها في صعيد مصر، في تحكم المنيا واسيوط، تحكم بني سويف والفيوم، تحكم الوادي الجديد، تحكم اشراف المنيا، تحكم سوهاج، وتحكم انا، تحكم الاقصر واسوان، وتحكم اشرافي اسوان. الحاجات دي كلها احنا في الوقت ده يمكن النموذج بتاعها قاعد في مركز تحكم عنده سيطره كامله على كل ما هو موجود في الشبكه حتى على مستوى شبكات التوزيع. احنا طرحنا مجموعه من هذه المراكز التحكم ورست فعلا ديت على مجموعه من الشركات. شركه شنايدر بالكتريك بتشتغل في 14 مركز تحكم، شركه جنرال الكتريك بتشتغل في مركز تحكم في شركه اسكندريه للتوزيع، والجايكا ايضا قامت بتمويل 4 مراكز تحكم من التحكم الحلميه، وتم اسناده للتحالف اللي هو تويوتا والسويدي، وجاري التحليل لباقي التحكمات الثلاثه. اللي حاب اقول كلمه دائما ابدا هناك شراكه بين الشركات العالميه والشركات المصريه اللي اصبحت ايضا لها دور عالمي. يعني انا اقول لك الفاتحه اللي على محطات سيمنز على الشركات اللي اشتغلت فيها كان حاجه رائعه، والنهارده احنا انا متوقع في المستقبل هتبقى الشركات اللي تورد الكلام ده مش شركه اجنبيه، لا هي شركه مصريه وبتاتي بالشركات الاجنبيه سب كونتراكتور لها. احنا بنعمل تشغيل تجريبي لمركز تحكم عملناه في سبتمبر 2021، لما ينتهي الامر ده بكلام ان شاء الله باذن الله برضو هيشرفنا ان سيادتك تقوم بافتتاح المراكز ديت باذن الله. ده بيبين شكل المراكز وشكلها ازاي، ده في تحكم القاهره الجديده.